زوجي داعش وانقتل وحاليا ما عندي اتصال ويا عيالي. هو كان عميد اعتقد يعني قبل عميد وبعدين راح اسقط يعني حكم صدام بعدين سجن هو خذوه الامريكان ظل 3 سنين ونص من طلع ما عاد ما شكينا عليه. وطبعا تحت مراقب الأسايش ومعلومات ويعني اي صله مد بيهم من هذا الخصوص يعني.